يعطيكم العافية. اليوم رجعت متأخر على الغرفة وما لحقت الغداء بصراحة، فقررت أني أطبخ أكلة هندية سورية. هلأ السورية هي قررت المجدرة، بما أنه يعني تقريبا أسهل شيء، والهندية في أكلة يعني قوامها الأساسي هو جبنة. فهلأ رح فرجيكم شو المكونات وكيف بتصير. يعني أغلب الأكلات الهندية هي على نمط هيدي الأكلة اللي رح أعملها هلأ. طبعا انا تعلمتها هون بعد ما جربتها مره واثنين وثلاثه، ويعني عرفت المكونات كلها. هلا رح تشوفوها، والطعمه بصراحه كتير كتير طيبه. فهلا رح اجربها لحالي وفرجيكم كيف العمليه بتصير. يلا هلأ كل شي جاهز. هاي الأكلة، هاي المجدرة، يعني من أشهر الأكلات السورية البسيطة والطيبة يعني. وهاي سلطة ملفوف وشمندر.